ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب. هقول لكم على حاجة كده في السريع. في ناس كتير عندهم لغط هنا كده، هنا بيبقى في لغط، فهقول لكم على طريقة سهلة جدا جدا هتعملوها كل يوم، هتلاقوا ان شاء الله راحة. لسنا نحطه لتحت وبصبعنا كده، عشر مرات 15 مرة، عملوها كل ما تفتكروا تعملوها، يومين ثلاثة مش هيبقى فيه لغط. حاجة سهلة اهو، طريقة واحدة، تمرين واحد، بمنتهى السهولة، بصبعك ولسانك لتحت او لسانك، اللغط بكل الحتة دي كده هتبقى زي الفل ان شاء الله. واشوفكم فيديو جديد ومعلومة مفيدة، واشوفكم على خير يا رب.